اهلا بحضراتكم جديد. ما تخافش على الاهلي، طول ما الاهلي حريص زي ما قلت لكم من شويه انه كل حاجه بيعملها بيراعي فيها المصلحه العامه، وبيراعي فيها صوره بلده، وبيراعي فيها قضايا بلده. وحتى مسؤول النادي مش هتلاقي حد الا حريص انه يكون هو القدوه الحقيقيه والقيمه الرياضيه اللي بتعبر عن قيمه النادي الاهلي. الزميل محمد شبانه تحدث عن هو الخطيب عمل ايه لمصر. نشوف هو الخطيب عمل ايه لمصر. الجملة دي بقالي يومين كل ما اروح حتة اتسأل السؤال ده، هو الخطيب عمل ايه لمصر. كلمة عمل ايه لمصر بيقولوا في العلوم حاجة اسمها القوة الناعمة، ودي موجودة في العالم كله. القوة الناعمة اللي هو كيف تخترق قلوب العالم بالفن، بالثقافة، بالعلم، وبالرياضة، وبكرة القدم على وجه الخصوص. يعني الخطيب واحد من أهم أساطير كرة القدم المصرية اللي بيمثله قوة ناعمة قوية جدا على مستوى الوطن العربي وإفريقيا على الأقل. ليه؟ أول لاعب مصري يفوز بأفضل لاعب في أفريقيا، كانت وقتها الفرنس فوتبول اللي بتعمل الجايزة سنة 83، فالدنيا كلها الفرنس فوتبول لما تعلن أفضل لاعب في أوروبا وأفضل لاعب في أمريكا الجنوبية وأفضل لاعب في آسيا، فتعلن أفضل لاعب في أفريقيا الخطيب. ده يمثل قوة ناعمة، لأن الدنيا كلها بتتكلم عن كرة القدم المصرية ممثلة في الراجل اللي اختاروه وقتها. يعني الخطيب مش هتكلم عن إنجازاته، يعني بقول ان هو كسبان دوري ابطال افريقيا مع الاهلي مرتين، كاس الكؤوس الافريقيه 3 مرات، كاس امم 86، اولمبياد مرتين، مره في موسكو اتلغت والمره الثانيه 84، وصلنا للدور 8 لوس انجلوس اعتقد. لكن النجاح الكروي والعبقري لمحمود الخطيب والاخلاقي، وتحط تحتها كده ايه 86,000 خط، خلاه اسطوره. فتقول لي عمل ايه لمصر؟ الخطيب عمل كتير لمصر بنجاحه وبأخلاقه وبكل حاجة. أتفق تماما مع هذا السرد البسيط، ولكني سوف أسهب بعض الشيء. تفضل. ماذا قدم دروجبا لساحل العاج؟ ماذا قدم صامويل إيتو للكاميرون؟ ماذا قدم ضيوف أو لسنغال؟ ساديو ماني. ساديو ماني لسنغال. ماذا قدم محمد صلاح لمصر؟ قدم النموذج الفذ الرياضي الراقي الذي يتحدث عنه العالم، قدم القدوة الطيبة لشبابنا، يعني قدم كل يعني انت، انا متأكد وبسمعها في بيوت كتيرة، يلا عشان تبقى ذكبت الخطيب كده في اخلاقه وفي رقيه، هذا ما يقدمه أي إنسان شخصية عامة، يحافظ للناس على قيمة السلوك، لا والناس تشاور إن مصر فيها حد كده. أيوة. القوة الناعمة. ماذا قدم عادل إمام؟ ماذا قدم عباقرة الفن؟ ماذا قدم عمر الشريف؟ ماذا قدم عبد الرحيم حافظ؟ ماذا قدم عبد الوهاب؟ ماذا قدمت فاتن حمامة؟ ماذا 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 قدمت ال يعني انت لما تروح تونس ولا المغرب، ها، يكلموك على سيد مكاوي، يكلموك على عبد الوهاب، وتركب يا اخي التاكس، معظم الناس يقول لك نغني لك مصري. بيحبوا يغنوا مصري. هو ده، هذا العمق الحضاري والثقافي الذي يصل الى الاخرين من خلال القوى الناعمه، هذا ما يوصله هؤلاء، ومنهم وفي الصدارة وجنبهم كتف بكتف، عشان ما نصنفش يعني نقول الصدارة وكده، يأتي محمود الخطيب، يأتي الشخص الذي يتحمل برقي وصمت ولا ينجرف للاستدراج. وده عشان كده ما بقولك، ما تيجي تعمل مقارنة ما ينفعش تقول تراشق الراجل، وده بيتراشق، ده بيصمت بيبتسم، ممكن يكون بيحاسب بينه وبين نفسه، ممكن أسرته تكون تعيش في لحظة من الضيق الشديد لما تعرض له رب الأسرة الطيب دمث الخلق.
أنا أتحدث عن قيمته الإنسانية، لأن قيمته الرياضية ما هيش محتاجة لحد يشاور عليها ولا يتكلم عليها. إحنا عايزين النماذج دي، هذا ما يقدمه الكابتن خطيب.